زي ما تركيا هتستفيد من مصر، مصر هي ايضا هتستفيد من تركيا. طب ايه اوجه الاستفاده دي؟ متعدده الاوجه، يعني يمكن اهمها المستوى الاقتصادي مثلا على سبيل المثال، ان تركيا شايفه ان مصر هي عمق او بوابه عبور للمنتجات التركيه داخل القاره الافريقيه، خاصه ان الاقتصاد التركي في الفتره الاخيره عانى من تخبطات كثيره، وبالتالي استغلال عضوية مصر في اتفاقية الكوميسا على سبيل المثال ده هيعزز الصادرات التركية من الأراضي المصرية، خاصة في الفترة القليلة السابقة تركيا عملت مشروعات استثمارية على الأراضي المصرية. صحيح. وده معناه أن المنتجات اللي هتتصنع، المنتجات التركية اللي هتتصنع على مصر من خلال استغلال عضوية مصر في اتفاقية الكوميسا، المنتجات دي هتغزو القارة الأفريقية بدون ما تدفع جنيه واحد جمارك بسبب اتفاقية الكوميسا. فده في تعظيم، فايدة عظيمة جدا للاقتصاد التركي، ده على سبيل المثال. طبعا. الحاجة الثانية على المستوى العسكري، كان في شهر ابريل اللي فات وزير الدفاع المصري سافر والتقى بنظيره هناك في تركيا، وكان في اتفاق على يعني اتفاقيات عسكرية متعددة بتشمل بعض الاجزاء للصناعات العسكرية، وده ميزة ده ان هو هيعزز الثقة في التعاون المتبادل ما بين الدولتين. صحيح. في الجزء العسكري. اما الجزء السياسي هو متعلق ب، يعني عشان اتكلم معاك بمنتهى الامانه، احنا عارفين ان تركيا ليها مشروع اقليمي في منطقه الشرق الاوسط. أيوه. بس المشروع ده بينافسه على الجانب الاخر المشروع الايراني، وينافسهم المشروع الاسرائيلي. لكن تركيا طبعا يعني حصل صفعه او تعطيل للمشروع ده بعد ما حدث هنا في 30 يونيو. لكن السياسه زي ما قلت لحضرتك المصلحه هي اللي بتحركها. طب المصلحه صحيح. دلوقتي صحيح. ان الممارسات الاسرائيليه الحاليه هي تخطت كل الحدود بالنسبه للمشروعات الاقليميه الاخرى او بالنسبه لتطلعات الدول الاخرى، خاصة وان هي بقت بتنذر بان في تهديدات الكل هيدفع الثمن. فلما مصر تناوي التحركات الاسرائيلية وتركيا تعمل التبادل معاها او تنسق معاها، ده بيرجح او بيعمل ثقة لكفة التوازن ما بين تركيا ومصر من جانب، والجانب الاسرائيلي او الكفة الاسرائيلية من جانب اخر. فده حد ذاته له ثقل استراتيجي ممكن يحد شوية او تمام يا دكتور رام.